شفنا الحكم كان بيكلم اللعيبه كتير قوي النهارده، ممكن يكون سبب من اسباب ان هم كانوا بيروحوا على اجسام بعض بدل ما يروحوا على الكوره، ممكن يكون بسبب الارهاق شويه لسه بدايه بطوله، اللعيبه ما وصلوش للبيك بتاعهم، ولا ايه السبب؟ لا، الجيم كان خشن، الجيم خشن، وهما الاثنين الجيم قريب جدا، ما حدش عارف الحقيقه مين هيكسب، وكل الاثنين كل واحد طمعان، فكان في شويه شيء من الخشونه، ولما كان في مشكله في التكنيك بتاع الفار او بتاع الريفيو خلى اللعيبه تطمع شويه وتحاول تتغلب على تنشن الجو شويه. طبعا سنه بس خلاص بيخلصوا بيتعاشوا مع بعض، ما فيش مشكله. النهارده كان اول لقاء ما بين الاثنين لعيبه في تاريخهم، ما كانش فيه مواجهات فعلاً سابقه. فعلا دي حاجه بتبقى نقطه ايجابيه للعيبه، ان انا نازل ومش حاطط في مخيلتي بقى ستايل اللعيب اللي قدامي وبلعب لعبي، ولا بالعكس يعني بيبقى بيصعب الامور بعض الشيء؟ حسب كل لعيب يحضر نفسه ازاي. اللعيب الشاطر يعني لعيبتي، كل واحد من لعيبتي عنده كراسه بكل الماتشات اللي لعبها مع اللعيبه بالتاريخ واليوم والايجابيات والسلبيات وكسب ليه وخسر ليه. لما نيجي نراجع الفهرس ده، المباراه بتبقى بالنسبه لي مفتوحه. لما بيكون اول مره بتبقى الواحد بقى بيتتبع ازاي الجيم، او بنبتدي بالبيزك جيم، نبتدي نلعب الكوره في اخر الملعب، نشوف الدنيا، نقيس النبض. يعني اول مباراه دايما بتبقى فيها جس نبض كتير زي ما بيقولوا. هل سكواش من اللعبات اللي بتعتمد على ان انا اذاكر الخصم قوي؟ يعني زي الكوره مثلا، مدير فني لازم يجيب في تحليل بالفيديو لنقاط القوة نقاط الضعف اللي موجودة في الخصم، هل سكواش من ضمن نجاح وتفوق أي لعيب أنه لازم يلجأ للجزئية ديت؟ حدي لحضرتك حاجة حية، يعني مدير فني منتخب مصر في باكستان 2004، ورحنا كسبنا بطولة العالم من باكستان، نسجلنا 96 ماتش لمنتخب باكستان، جبنا باكستان يلعب مع مصر هنا لعبنا 96 ماتش، وانا فاكر لغاية دلوقتي كانت النتيجة حاجة 74-22 حاجة كده، يعني هما كانوا اقوى بكتير، كسبونا 74 مرة واحنا كسبناهم 22 مرة، ورحنا كسبناهم في باكستان بالفيديو بالاناليز. طبعا ده عامل اساسي ان انا بحلل نقاط القوه ونقاط الضعف، بلعب ازاي التكتيك، الحتت الوحشه في اللعيب، الاركان بتاعه الملعب. السكواش ده شطرنج، ده الدماغ فيه عاليه جدا، واحنا عشان كده المصريين يعني مكرين وفهلويه وبيعرفوا يعدوا في الحته دي. فطبعا الفيديو من العوامل المهمه جدا 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 في تحليل نقاط ايجابيات وسلبيات الخصم.